السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي نبدأ سلسلة ديال الفيديوهات غادي نجاوب فيهم على أهم الأسئلة اللي كيطرحوا في الامتحان الشفوي ديال المباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، وغادي يكونوا موجهين للمقبلين والمقبلات على الامتحان الشفوي إن شاء الله. دونك دائما على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هاد الفيديو غادي نجاوب على سؤال: لماذا اخترت مهنة التعليم؟ غادي نجاوب باللغة العربية وغادي نجاوب باللغة الفرنسية، لأنني ممكن يطرحوا عليا لماذا اخترت مهنة التعليم، أو بالفرنسية Pourquoi tu as choisi ce métier؟ علاش اخترتي هاد المهنة بالضبط؟ بقاو معايا باش تعرفوا الجواب وتعرفوا الطريقة ديال الإجابة بشكل سهل وبسيط. إذن لماذا اخترت مهنة التعليم بالسلك الابتدائي؟ إذن غادي نجاوب لماذا اخترت مهنة التعليم بصفة عامة، وغادي نزيد لها لماذا اخترت بالضبط السلك الابتدائي. إذن الجواب هو كالتالي: صراحة، بالإضافة إلى كوني في حاجة للحصول على عمل، فأنا منذ طفولتي تأثرت كثيرا بأساتذتي، وكنت أرى فيهم قدوة صالحة ولهم قيمة في المجتمع، ومنذ ذلك الحين كبر في نفسي هذا الطموح وصرت أكثر ميلا لعالم الأطفال. دونك هنا انت مثلا عندك التخصص، يعني ما دفعش للتعليم الابتدائي، غادي تقول لهم فقط: صراحة، بالإضافة إلى كوني في حاجة للحصول على عمل، فأنا منذ طفولتي تأثرت كثيرا بأساتذتي، وكنت أرى فيهم قدوة صالحة ولهم قيمة في المجتمع، ومنذ ذلك الحين كبر في نفسي هذا الطموح لكي أصبح أستاذا فقط. وقف، داكوغ، دائما بدأوا بهذا صراحة بالإضافة إلى كوني في حاجة للحصول على عمل، داكوغ، لأننا كاملين كنطمحوا بأننا ندخلوا للتعليم ولا أننا ندخلوا شي وظيفة باش نحصلوا على عمل، داكوغ، باش نحصلوا على عمل عاد لميولاتنا الشخصية كذلك، داكوغ. بالنسبة للناس اللي دافعين السلك الابتدائي غادي يزيدوا هاد الجمل هادية: وصرت أكثر ميلا لعالم الأطفال، فما أجمل أن تشتغل مع أطفال أبرياء يرون فيك أنت المربي والمعلم والمرشد، وكم هو رائع أن تحس بالفخر والتقدير الذي يكنه لك الجميع. إذا بالنسبة لهذا السؤال الجواب عليه سهل. في الأول كنقول بالإضافة إلى كوني في حاجة للحصول على عمل، كنقول من الطفولة ديالي وأنا مأثر بالأساتذة ديالي، وكنت كنرى فيهم بأنهم هما القدوة الصالحة وعندهم قيمة في المجتمع، ومن ذاك الساعات كبر في الطموح لكي أصبح أستاذا. بالنسبة للناس ديال الابتدائي غادي يزيدوا: أنني صرت أكثر ميلا لعالم الأطفال، وفما أجمل أن أشتغل مع أطفال أبرياء يرون فيك أنت المربي والمعلم والمرشد، وكم هو رائع أن تحس بالفخر والتقدير الذي يكنه لك الجميع. هذا هو الجواب باللغة العربية. نشوفوا الآن الجواب باللغة الفرنسية. إذن la question en français c'est pourquoi vous avez choisi d'être un enseignant ou bien une enseignante. علاش اخترت أنك تكون معلم أو معلمة، أستاذ أو أستاذة؟ علاش؟ Donc, j'ai choisi ce métier pour deux raisons. اخترت هذه المهنة لسببين. أول، d'abord parce que c'est un métier d'avenir. يعني واحد لو ميتيي ديال المستقبل. زيد. ثانيا، et aussi parce qu'il correspond parfaitement à mon profil. علاش؟ حيت كتنطابق مع الشخصية ديالي والميولات ديالي. J'ai toujours été passionné par les enfants et depuis tout petit, je rêvais d'être exercé ce métier. أنا دائما متحمس للعمل مع الأطفال، ومنذ طفولتي أو منين كنت صغير وأنا كنحلم أنني نكون في هذه المهنة، أنني نكون أستاذ أو معلم معلمة أو أستاذ. مفهوم؟ إذا pour deux raisons، الأولى بأنها ميتي دافونيغ، والثانية بأنها كتنطابق مع الشخصية ديالي، كوريسبون بارفيتمون أ مون بروفيل، وأنني توجور باسيوني باغ لي زونفون، من الصغر ديالي أنني كنحلم نكون أستاذ أو أستاذة معلم أو معلم. إذا هذا هو الجواب باللغة الفرنسية على بوركوا فوز افي شوازي داتخ أن أونسينون أو بيان أن أونسينون، علاش اخترتي أنك تكون أستاذ أو أستاذة؟ فهم، هذا هو الجواب المثالي وجواب قصير اللي ما غياخدش منك بزاف ديال الوقت، وغادي يكون صعيب انك تطبقه. اذا هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. وفقكم الله وسدد خطاكم. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تدعوكم للاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.